مساء الخير اعزائي المشاهدين في كل مكان نرحب بحضراتكم في حلقه جديده من راي عام كنا في الحلقه الماضيه قد فتحنا بابا للنقاش حول مساله ثقافه الاختلاف وهل نحن نمتلك ثقافه صحيه للتعامل مع الاخر المختلف معنا فكريا وهل نعرف حقا الفارق بين الخلاف والاختلاف فتحنا هذا الباب لكن النقاش تشعب وامتد لقضايا جدليه اخرى حول امور عديده منها حقيقه الصراع بين الدين والعلم والثابت والمتغير فيهما وهل فعلا العلمانيه هي الحل؟ واسئله اخرى كثيره تدخل في نطاق الاسئله المعقده او تدخل في باب الاسئله الكبرى التي ما يزال الحديث عنها يثير جدلا وصراعا دون الوصول الى مساحه اتفاق بين الطرفين فضلا عن بعض النقاط التي فتحت الباب للجدل ولم تستكمل من جانب ضيوفي الكرام بسبب ضيق الوقت فساعدت بامتداد مساحة النقاش مرة أخرى إلى هذه القضايا التي تحتاج كل منها كل قضية يحتاج إلى حلقات لا حلقه واحده ارحب بضيوفي الكرام دكتور ياسر عبد العزيز الكاتب الصحفي أهلا بك دكتور ياسر دكتور بهي الدين مرسي الكاتب والمفكر اهلا بحضرتك دكتور بهيدين الدين والاستاذ ممدوح الشيخ الكاتب والباحث اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك طيب يعني انا بشكر حضراتكم انكم قبلتم الدعوه لحلقه يعني شكرا. ثانيه شكرا جزيلا ويمكن ابدا من من كلمه للدكتور بهي في الحلقه الماضيه اكد دكتور بهي ان العلمانيه ليست كفرا ولا يختلف احد معه مع هذه مع هذا الراي يعني وحضرتك برضه اكدت يا دكتور بهي انه العلمانيه وعاء جيد لحل كل المشاكل والصراعات ده كلام الدكتور بهي الدين انا عايز راي الدكتور ياسر فيه وراي الاستاذ ممدوح دكتور ياسر لا يعني هو لا يصح ابدا انه اي مجتمع يضع فكره العلمانيه على محك الكفر والايمان. هي مساله لا تناقش لا تناقش العلمانيه لا تناقش ما اذا كنت مؤمنا ام كافرا، وهذا الامر لا يخص العلمانيه في شيء. لكن العلمانيه كما افهمها وكما تطبقها بعض الدول على نحو يقترب من الصحه هي ان تتيح المجال الايماني والعقائدي مفتوحا وحرا للمواطنين. وان تدع لكل مواطن المساحه التي يمكن من خلالها ان يمارس عقائده وطقوسه وشعائره بالشكل اللازم. ولا تتدخل الدوله او الهيئات او المؤسسات او جموع الجماهير في المعتقد الخاص لاي شخص. ولا تمنحه بسبب هذا المعتقد اي ميزه ولا تخصم منه اي حق. يعني لونك والتزامك وتوجهك العقائدي يجب ان يكون بمنأى تماما عن مركزك الاجتماعي وحقوقك كمواطن. انتمائك لاي دين او عدم انتمائك لاي دين لا يجب ان يترتب عليه ميزه او نقص. ما الذي يجب ان تفعله الدوله حيال المجال الديني هي ان تحترمه وتحميه وان توفر لكل مواطن الحق في الوصول الى المعارف الدينيه التي يبتغيها والى الممارسه الدينيه التي يعتقد انها مطلوبه والى الشعائر الدينيه وان توفر هذا الجو الروحي اللازم لكل المواطنين للتعبير عن دور دور منظم يعني دور منظم وحامي وحامي <applause> ان تحمي الفضاء الديني للناس لكن هل تتدخل في ضمير الناس واعتقادهم؟ لا. وبالتالي حريه الفكر بما فيه فكرك الديني والاعتقادي مكفوله. الماده 65 من الدستور المصري تنص على ذلك. التعديلات الدستوريه التي صدرت في يناير 2014، الماده 65 حريه الراي والفكر مكفوله. وبالتالي لكن على صعيد اخر لا يجب ابدا ان تتوسل الدوله بمفهومها الخاص للتدين طبعا الدوله هو مفهوم كبير جدا لكن في الواقع ان السلطه التنفيذيه احيانا تتغول على موقف الدوله حيال الفضاء الديني وتلزم الناس باتباع نسق تدين معين وهذا الامر يحدث يعني تخيل انت هدا بتبقى ماشي فتروح سامع انه طالبان الشهر الماضي اصدرت قرارا بان المذيعات على شاشات التلفزيون ي... ي... ينتقدنا يلبسوا البرقة تمام <applause> بتسأل طالبان ليه يا طالبان يقولك لك لأنه فهم الحكومة الحالية للعقيدة إنه السيدة لا تظهر إلا بالبرقة طيب بس ده الفهم ده موجود في كم دولة في العالم بس عندنا أو تسمع إنه حكومة تانية لدولة عربية عندهم في طالبان في طالبان بس أو تسمع إنه في حكومة تانية في دولة عربية بتجلد مواطنه لانها لابسه بنطلون ده بس زمان مثلا انا بضرب لك امثله او تسمع انه في حكومه ثالثه بتمنع مواطنه من ممارسه مهنه التدريس لانها محجبه او تسمع انه في حكومه رابعه بتمنع مواطنه من السباحه لانها لابسه رداء معين تمام <applause> كل ما يتصل بالعقيده يخص المواطن م. والبشري، الشخص الفرد، الإنسان الفرد. وبالتالي العلمانية هي الحل؟ و... أنا لا بص ده ده سؤال تاني. أنا بسألك عن العلمانية. لا لا أنت تدخل... سألتني إيه العلمانية م. وليه م. وإيه والمفروض تبقى إزاي؟ لكن لك هل هي... مصر، تعالى بقى سؤال ثاني هل تتفق تاني... مع الدكتور؟ لا العلمانية الحل تاني ده ده سؤال آه. تاني يرتبط بسؤالك في الحلقة الماضية. م. اللي هو أنت سألتني سؤال في الحلقة الماضية وربما لما يتوافر الوقت المناسب للرد عليه عن القيم الم... السائده في مصر العلمانيه بقى العلمانيه هل تنفع في مصر زي ما هي بتنفع في فرنسا ده سؤال تاني ده موضوع تاني مم. هل ما... ليه طيب. لانه لانه السؤال هنا بص خلي بالك السياسه السياسه فن الممكن يعني جه شخص في بلد في تركيا اسمه اتاتورك وقرر انه يحول المجتمع والدوله من نسق معين وفكر معين تجاه الدين الى نسق وفكر اخر تمام وبدا انه احرز نجاحا وبعدين بعد مرور عقود من هذه التجربه جاء شخص اخر اسمه اردوغان وبدا يحول الدوله من نسق وفكر معين وبدا ايضا انه يحقق, يحقق نجاحا وانت ادرى مني بما انك انت خبير في الشؤون الاوراسيه بما حدث فيما ما يسمى بجمهوريه الاتحاد السوفيتي السابق ولفتره تصورنا إنه علاقة هذه المجتمعات وهذه الدول والمؤسسات بالدين انتهت. لكن حدث فجأة العكس، وبالتالي كون العلمانية تنفع أو ما تنفعش ده موضوع نبحثه لكن الآن هل العلمانية تنطوي على أي مفهوم كفري أو ضد الدين؟ الإجابة لا بالعكس أو استبدادي أبدا بالعكس العلمانية الحقة والصحيحة أو إرهابي أه. لا طبعا العلمانيه الحقه والصحيحه التي تحمي الفضاء الديني للمتدينين م. وتمنحهم الفرص لممارسه شعائرهم طيب. و, 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 ولا, ولا 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 تمنح المواطن اي ميزه م. او تخصم منه اي عيب بسبب موقفه العقيدي والدين العلمانيه اصل الارهاب والاستبداد الحديث نعم انا سمعت هذا الكلام سمعت هذا الكلام نعم. ده عنوان كتاب للاستاذ ممدوح الشيخ نعم يعني قول لنا يعني ايه الاسس اللي اعتمدت عليها بحيث حتى العنوان بتاع الكتاب يكون بهذا العنوان نعم. يعني نعم اه ابتداء الدكتور سياسه اتفضل لما انا قلت كده لما قلت العنوان العلمانيه انه إن في حد وصل <applause> للدرجه دي من يعني من الحسم العلمانيه علمانيتان من زاويه العلاقه مع المكون الغيبي في ثقافه الناس وحياتهم هناك علمانيه يمكن ان نسميها العلمانيه السائده في التشكيل الحضاري الانجلو ساكسوني البروتستانتي ولم تقم على الفصل القطعي بين الدين والحياه العامه ولديهم رموز في فضاء السياسه سواء كان ما هو مكتوب على الدولار او القسم الدستوري اللي بيقسمه الرئيس لما يتولى المنصب وكل دوره رئاسيه يذهب مجموعه من الملحدين الى المحكمه في الولايات المتحده الامريكيه لالغاء هذا الشكل من القسم والمحكمه ترفض باعتبار ان هذا جزء من المكونات الرئيسه لثقافه المجتمع الامريكي. فيما يتصل بالكتاب بدا اهتمامي به او بدا قرار ان اكتب سنة كم يا استاذ ممدوح ده 2013 مم. القسم على ايه القسم على الانجيل في تولي رئاسه لا الامريكي لا لا اسمح لا لا لي انا هبقى اه آه, آه. لا القسم على كتابك المقدس آه اوكي اتفضل مش على الانجيل فكره القسم مم. ان يكون آه هذا القسم مش على الانجيل. اساس على الكتاب المقدس يا فندم لم يتولى منصب الرئاسه في الولايات المتحده الامريكيه ماشي بس مسيحي أنا آسف جدا للمقاطعة لا لا أبدا بس أبداً. أنا أسجل إن الموضوع ده ح... القسم حتى على, كتاب على كتابك المقدس على كتابك المقدس لم كنت يحدث كنت هذا الجدل إلا في الكونجرس مسلم لما المحدد. تولى كيث إليسون م. قولاً واحداً طلعوا له مصحف جيفرسون وحلف عليه وأصبحت مسألة م. في التراث الأمريكي علامة يعني المعنى هنا يا دكتور ياسر؟ أن الفصل القطعي الذي نشأ في فرنسا وبالتحديد في الجمهورية الفرنسية الثالثة اللي انتهت 1905 بقانون الفصل التام بين الدين والسياسة في السياسة الفرنسية مم. هذا النموذج ليس موجودا لا في بريطانيا ولا في الولايات المتحدة الأمريكية الملكة رأس الكنيسة إلى آخر مم. الأدبيات التي يعرفها الجميع في الذكرى ال200 للثوره الفرنسيه خرج مؤرخ فرنسي مرموق جدا اسمه رينال سيشر كتب كتاب اسمه اباده جماعيه فرنسيه وكان الاتهام الاول للثوره الفرنسيه التي اسست للاخاء والحريه والمساواه انها ارتكبت اباده جماعيه في شمال فرنسا في منطقه فينديه قتلت فيها ما يقرب من ربع مليون من المدنيين لأنهم رفضوا عبادة العقل حاولت عصابة روبسبير أن تجبرهم على ترك المسيحية وعبادة العقل فحدثت مواجهة مسلحة مفتوحة قتل فيها ربع مليون دكتور المسير الله يرحمه تتبع الموضوع جزئيا ونشر عنه شيء محدود في كتابه الصهيونية والنازية ونهاية التاريخ ذهبت إلى المصادر الإنجليزية واستكملت الموضوع فوجدت أنه حتى نقاد الثورة الفرنسية الغربيين يصفون هذا بأول هولوكوست في التاريخ الحديث وبالتالي تحت راية الإخاء والحرية والمساواة حدث هولوكوست. انتقلت خطوه اخرى. وجدت انه احد اهم المنظرين الاقتصاديين في امريكا في القرن العشرين جي برادفورد دي لونغ وهو رجل تولى مناصب رفيعه في بنك الاحتياطي الفدرالي الامريكي ولديه تنظيرات عديده عنده كتاب مهم جدا اسمه التاريخ الاقتصادي للقرن العشرين. حاول ان يربط بين العقيده الاقتصاديه والقتل الجماعي واثبت بالارقام انه بعيدا عن ميادين الحروب وليس في معارك قتلت العلمانيه 161 مليون من المدنيين. وهو قال انه هذا الامر لا له... كتابة الكتاب وقت... صدور الكتاب وقت الكتاب أوه. قال انه هذا الامر له حداني حد في التفسير حد اقصى يقول بوضوح العلمانيه مسؤوله عن هذا الدم مه. وحد ادنى يقول على الاقل العلمانيه لم تمنع مه. وصف هتلر بانه المكون العلماني في الفكره النازيه كان سببا في استباحته للقتل ولاحقا ظهر شيء اخر حتى كمان بعد كتابه الكتاب هو رساله دكتوراه ترجمت في عام 2019 لريتشارد ويكرت من داروين الى هتلر والرجل حصل على درجه الدكتوراه من جامعه المانيه باطروحه تقول لولا داروين لما حدثت الاباده الجماعيه في في عصر هتلر هذا الربط دقيق او لا موضوع نتناقش فيه لكن على الاقل هذا الباب مفتوح. هل في ضحايا في العصر الحديث يعني؟ نعم الـ الـ الضحايا ستالين ومشروع التحديثي الذين يشار اليهم بانهم حوالي 30 مليون وقدرا مم. النهارده الاستاذ عبد العظيم حماد كتب على الفيسبوك تدوين عن هذا الموضوع انه الايديولوجيات مفتوحه لان تكون بابا للخير او الشر وتذكروا من قتلهم ماو وتذكروا من قتلهم ستالين. اليوتوبيا المثاليه التي حاول بول بوت ان ينشئها في كمبوديا يوتوبيا فلاحيه ماركسيه الحم. جماعيه تحت زعامه الخمير الحم ابادت 3 ملايين وبالتالي ارجي روميل وهو بحث اعتمد عليه برادفورد دي لونج احصى 161 مليون شخص قتلتهم حكوماتهم بسبب التحديث مه. على الاقل الحد الادنى من تحميل المسؤوليه للعلمانية هناك مدرسه تقول العلمانيه لم تقتل لكنها لم تستطع ان تمنع مه. القتل اثنين دكتور علي مزروعي رحمه الله واستاذ علوم سياسيه كيني حصل على الجنسيه الامريكيه وكان من الناس اللي عندهم جهود كبيرة في تفسير الموقف بين العلمانية والدين في محاضرة في المجمع الثقافي في أبو ظبي سئل عن الإسلام والإبادة الجماعية فقال يا جماعة ينبغي أن نتذكر أن المسلمين تم تبكيتهم دائما لأنهم لم يحققوا الأفضل لماذا تخلف المسلمون وتقدم غيرهم الغرب تخلف وما إلى ذلك لكن نادرا ما يتم تهنئتهم بأنهم لم يصلوا إلى الأسوأ وأن تاريخ المسلمين ليس فيه اي شكل من اشكال الاباده الجماعيه المبنيه على تصور ايديولوجي كما حدث في النازيه، كما حدث في تجربه ستالين التي هي شكل من اشكال تطبيق الماركسيه، ولا في التجربه اللي حصلت في كمبوديا تحت حكم بول بوت. في النهايه لدينا على الاقل باب لان نحمل العلمانيه مسؤوليه اخلاقيه ونظريه عن انها لم تستطع ان تمنع عمليات الاباده الجماعيه في الانظمه التي نشات على اساس علماني بينما في تجربه بدات تلفت النظر جدا في الغرب واجيز عنها في حدود علمي انا الشخصي رساله ماجستير واحده في الولايات المتحده الامريكيه والاخرى في بريطانيا لماذا كان المسلمون في رواندا الطرف الوحيد الذي لم يتورط في القتل والدم عشان مش هوتو ولا توتسي وكل لا هوت وتوتسي منقسمين عرقين الى هوتو وتوتسي وكلا الباحثين يرى انه قيم دينيه مستمده من القران الكريم اسهمت بقوه في انه ما كان ملجأ وملاذا للأطراف المستهدفه بالإباده من القبائل الأخرى من الهوتو والتوتسي وكانت سببا في تضاعف عدد المسلمين بعد جميل في آه انت هتسأل طبعا الدكتور آه لأن, لأن هو صاحب آه الاشكال آه ده وانا مستني بصراحه آه بس قبل ما تسأله إن عندي دقيقه واحده بس انت مخطط للمسأله؟ ف... لا لا قبل ما تسأله لأن انا مشتاق <applause> للسماع لكن قبل ما تسأله انا عندي زعم انه ارتداء النساء في مصر التنانير هو السبب الذي لم يؤدي الى وصولنا الى كاس العالم ولا مره حصولنا على كاس العالم ولا مره حتى الان يعني بسبب ارتداء النساء في مصر للتنانير لم نحصل على كاس العالم ولا مره حتى الان لم نحصل على كاس العالم او العالم على الاقل في, إيه؟ في ايه في كاس العالم في كره القدم ما احنا يا احنا مرتين بس لما هي حصلها. محاوله للتسبيح او على, على أقل. طريقه ما او, يعني اللي اللي أقل. أقل أو أقل على الاقل او على كان ارتداء النساء للتنانير في مصر تمام موجودا ولم يساعدنا على الوصول على الحصول العالم. على كاس العالم <applause> وبالتالي هذه مغالطه منطقيه خطيره م. جدا لا يمكن ان تنسب للعلمانيه م. تمام كل ما حدث من مآسم بشرية بزعم أن حدثت في وجود أنظمة لا تتبنى الحكم الديني فدي مغالطة منطقية أرجو بس أن أنا أوضحها دي مغالطة دي لونج ولا مغالطة لا. لا, لا. <applause> أنا بسأل بس الموضوع بسيط يعني لكن ابتداء النساء مهربين. التنانير هو أدى من. إلى عدم, عدم وصولنا لكأس العالم لا حصلنا على كأس العالم تمام أوكي دكتور بهي هو بداية أنا عايز أرجع بس للفظ سيء السمعة اللي أسيء فهمه اللي هو العلمانية مرة البعض يصيغ على شكل العالميه من فكره العالم والعلمانيه من العلم وتاهت المسائل انما خلينا نتكلم على مفهوم العلمانيه بالشكل الصحيح اللي هي ايه؟ هي بوتقه الحقيقه زي ما بدات أتحرك في مقدمه البرنامج بتوحد سبل التعامل عارف زي ما يكون عندي عمله هي السائده عمله مصريه نادرا لما تعامل جوه مصر بالدولار او العمله او بالدراخمه او غيره فلازم نوحد العمله التعامل او خلينا اقولها بطريقه ثانيه توحيد المقامات يعني ايه توحيد طيب المقامات؟ يعني شغل على اسس يمكن قبولها لدى الاخر. تعال كده خد مثال. أه العالم كله أه بيخضع في معظمه للاملاءات السياسيه الداخليه. في المنطقه العربيه والاسلاميه بشكل عام الحقيقه الاملاءات جايه من الدين. الدين بيملي عليا احيانا بعض طقوس الحياه او مفردات الحياه. خد عندك مثلا الاجازه الرسميه هتبقى يوم الجمعه. إحنا بنصلي صلاة الجمعة ويوم الجمعة له فضل عظيم وي, وي فأسسنا حياتنا على إنه يوم الجمعة يوم إجازة بينما اطلع مثلا للندن يوم الجمعة يوم عمل عادي طب لو أنت العلاقات المصرفية بين الاتنين والتحويل والعملات والكلام ده كله لا أنا محتاج أوحد ليه؟ أنا في تحويل أموال هتتعطل اه يومين عشان أنت عندك الجمعة إجازة وهم عندهم السبت إجازة وبالتالي أنت كده عملت تراكمي التراكم اه 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 احتقاني في النص حلها ايه؟ تعال نوحد لغه التعامل في الاقتصاد في الاسعار حجز الطيران السعوديه لغايه وقت قريب كانت ماشيه بالنظام الهجري النظام الهجري بيفرق عن النظام الميلادي انه فاريبل ما عنديش ضمانه ان الشهر الجاي هيطلع يوم واحد هو مطابق لنفس اليوم واحد العربي لانه احنا بدانا بيوم واحد فهنا لا تعرف تحجز تذاكر طيران ولا تعرف تنقل اموال هتتعطل في حاجات كتير قوي. ربما يترتب عليها شروط جزائيه يعني انا بيني وبينك مثلا ان اخر يوم تدفع لي شرط الجزاء يوم 31 مارس. الانتقال الى الهجرة ربما يعطل حقوقي. فبتيجي العلمانيه تعمل ايه؟ بتوحد لغه التعامل. خلي بالك من حاجه خطيره جدا. في ظل الديانات الابراهيميه الاملاءات العقائده هي العقائديه هي السائده. بتصبغ الحياه بالصبغه الدينيه، لا يجب ان ننكر هذا. طيب انا عشان اتعامل مع الامريكي او البريطاني او ايا كان لازم انسلخ وارجئ وانحي جانبا الاملاءات، انا ما بتكلمش عن الدين. العلمانيه لم تتعرض ولا تتعرض للطقوس الدينيه في اي منطقه. انما تتعرض لايه؟ للاملاء الواقع عليك اللي هتتعامل بيه معايا انا خلي بالك انا في دوله تانية ومش مسلم انت مسلم انت عندك بتقول في الشرع الاسلامي ملك اليمين بس انا رجل حقوقي عالمي لن اعترف بهذا المصالح طب كيف نوحد لغه التعامل في الناس اللي بيشتغلوا عندي لو حضرتك عايز يشوفوا ملك يمين وبالتالي هيتمتعوا او يظلموا من قبل احكام موجوده عندك م. في الشرع الخاص بيك وفي معاملة أو مناظرة مع شخص آخر حقوقي ولا بلاش حقوقي من غير ما يبقى حقوقي لا يعترف أصلا بسطوة إنسان على آخر إحنا بنشوفها كمسلمين ما هيش السطوة دي منحة أو إتاحة ربانية أوكي هذا معتقدنا في الدين لكن لما تيجي الحقوقيين مش ممكن يقرأها بنفس الشغف الإيماني اللي عند حضرتك فهيوجد لها قراءة أخرى وده اللي حصل الحقيقة في الستينيات لما دخلت الحقوقيات على المملكه العربيه السعوديه ولغوا بعض هذه المسميات وقال لك من فضلك عيد فهمها بشكل م. معاصر افضل. لا. فهنا العلمانيه الحقيقه وعاء حافظ يضمن العلاقات الداخليه والتبادليه سواء في الاقتصاد انت عايز تسمي البنك ده اسلامي انت حر. بس خلي بالك الاقتصاد في العالم كله بيعتمد على قضية واحدة التأمين في العالم بيعتمد على فكرة واحدة اللي هي فكرة 8% من العوز لدى إيداع أموال التأمين العلاقات دي كلها ليها قراءة دولية انت عايز تخش مع العالم من فضلك ارمي أدوات التخصص اللي في إيدك ولما اقول ارمي ادوات تخصص لا يقصد بها الانسلاخ عن الديانه بتاعتك، لا، هات لي الشق الاخر في الديانه اللي ينعم ويسهل التعامل معايا وانا بلا ديانه مثلا ديانات الابراهيميه لما تتاملها الابراهيميه لما تتاملها كل ديانه منهم ليها محور تعامل بكثافه اكبر يعني في الاسلام مثلا معظم التشريع قائم على فكره التعامل البيني بين البشر الحقوق وازاي تشتغل وازاي تكسب وازاي تتربح وازاي تتجوز في المسيحيه العلاقه راسيه شوي مع الله مع الخالق في اليهوديه الحياه واخده المنتصف بين الاثنين فعشان نوحد ده كله ونشتغل بيه واحنا مطمئنين ايمانيا وامنين دينيا ومحدش يحاربني ولا يضايقني واقول له خلي بالك انت عندك ملك يمين ودي عوره بشريه اقول له لا دي منحه ربانيه علشان كذا كذا تعددية في الزواج اللي ليها قياسات لدى الضمير المسلم قد لا يقبلها الضمير غير المسلم فهنا هنختلف نختلف واحنا عايشين على بقعه واحده في العالم اللي هي الكوكب بتاعنا مش هنعرف نتبادل لا حتى تبادل خير ولا حتنعم باتقاء الشر بتاع الآخر فمهم جدا نوجد أداة وقناة واضحة تحيد كل في نطاقة هذه القناة هي العلمانية اللي هي العلمانية م. فتحية للعلمانية التي لم تجر على كسر أي معتقد ديني ودي لازم تبقى واضحة وصريحة علشان المصطلح أصبح سيء السمعة هي لا تناهد المعتقد في آه كل التجارب يا دكتور؟ لا في كل آه التجارب على... سكت... لا في كل التجارب طيب على فكره في على... كل التجارب العلمانيه على... الاستاذ ممدوح <applause> يعني كل <الـ> الامثله الحقيقه <applause> يعني آه بعترض مع صديقي الاستاذ ممدوح <applause> في بعض الامور مم. وانا هحترم رايه مم. ودي برضو من صحيح افراز العلمانيه ان احنا برضو هنحترم الراي الاخر حتى لو كان احنا قعدنا كتير في المنطقه العربيه كده ماشيين بالتقويم الهجري وماشيين مم. بالحسابات الفلكيه اللي تخصنا واللي واللي محدش اتضايق مننا وزعم مننا بس لما تعبنا وارهقنا حقيقه في اقتصادنا وغيره وغيره مم. وحدنا العمله وحدنا العمله مع اوجدنا وسيله واحده تحت مظله العلمانيه نتعامل بيها. <applause> اكبر قضيه اخر حته بس اكبر قضيه مثيره للجدل خارجة. اللي هي الحقوقيات. <applause> العالم لغايه سنه 1940 ما كانش بيدي اهتمام شديد قوي بمساله الحقوقيات. لكن النهارده الحقوقيات هتخش جوه بيتك <applause> وتشوف الشغاله اللي انت جايبها دي بتتعامل معك كموظفه ولا كشغاله بمفهوم العبد المأسور عندك وانت المسؤول عن بنتك وابنك وطريقه تعليمهم انت لست مطلق الحريه في انك تجتز حرياتهم وتوجههم وفق ظروفك واهوائك. ده موضوع مهم جدا طيب. الحقوقيات النهارده دخلت في كل شيء، الحقوقيات مش بس علاقه دول بدول ولا ايديولوجيات باخرى. طيب. الحقوقيات دخلت الى النفس البشريه على مستوى الفرد الواحد. ايضا الاستاذ ممدوح في الحلقه الماضيه على ما يعني مش فضل. عارف اذا سجلنا بشكل سليم ولا لا، فضل. طرحت فكره او مفهوم الدوله الوطنيه اللي هي يعني ربما يرى البعض انها قد تكون بديلا لفكره الدوله العلمانيه ده المفهوم لا ده لا يعني لك طرح في هذا السياق ولا في سياق مختلف اقول لحضرتك بمعنى انه مفهوم الدوله الوطنيه في درجات من التعدد في التطبيق قد تتيح ان تكون هناك دوله تتصف بانها دوله وطنيه وانها متوافقه مع معايير الحداثه لكن ليس بالضروره لديها مشكله مع فضاء الدين م. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية والتشكيل الحضاري الإنجلو ساكسوني عموما يمثل نموذجا في هذا أنه نجح في أن يقيم شكلا ما من أشكال التصالح لا يقوم على علاقة صراعية لا يشبه تجربة الاتحاد السوفيتي وقت أن, وقت أن كان قائما ولا يشبه التجربة الفرنسية التي وصلت في عهد مكرون إلى مشكلات في العلاقات الدولية لفرنسا هل الفضاء الديني في الدول اللي حضرتك أشرت إليها نعم. يعني خلينا نقول فيه الزخم اللي احنا متخيلينه يعني مساله انه اه الرئيس في امريكا يقسم على الكتاب المقدس اه مساله انه يزور الكنيسه بعد ما اه يعني يحلف اليمين اه يعني اه يعني هل هذه تعبر اه عن واقع, واقع الحال واقع الحال او او بمعنى هل اخر اه هل ده يعني بعيد عن الشكل الفلكلوري <applause> بس ده مش ضد العلمانيه ما انا ما انا ما قلتش إن لا لا هو هنا القصد مش كده آه. الدكتور الاستاذ آه. عمرو يقصد انه قد يكون آه. يخفي وراءه شيء مناقض تماما ان المجتمع يذهب الى آه ما يعني اه يعني ما مساله انه انما إنما, انما هو ده مش ضد العلمانيه لا لا خالص هذه العلمانيه ليست ضد هذه ليست نقطه هذه ليست ضد الدين يعني خليني اقول لك وانا هضمن في, في نص اذا اذنت لي في نص دقيقه الدكتور العلمانيه عارف عملت ايه وحلت الإشكاليات إزاي ازاي؟ اوجدت فروق واضحه بين الثلاث مفاهيم اللي احنا حصل بينهم لبس اللي هو فكره الفرق بين الدوله والمجتمع والشعب في ثورات بتقوم ما انتش عارف اللي عملها الشعب واللي عملتها الدوله بانظمتها واحكامها ولا يعني الدولة هي النظام الحاكم أما المجتمع دي الثقافات مجموعة دي الثقافات اللي عايشة على نفس الأرض أما الشعب اللي هو غالبا العقل الجمعي والرأي العام ما ينفعش الخلط بينهم جات العلمانية وحددت الفروق بين التلاتة دول فعالجت قضايا كتير قضايا لماذا قامت الثورات لأنه السؤال اللي قبلها مين اللي الثورة <applause> الاقتصاد تحول من إلى مين اللي عملها إرادة شعبية ولا أنت ممكن تلعب في الإرادة الشعبية زي ما أنت عايز في الانتخابات لكن تظل الدولة بسماتها مختلفة العلمانية الحقيقة بتحط طيب. إنها على هذه الفرصة طيب السؤال أستاذ ممدوح أستاذ ممدوح في حدود الأرقام المعلنة أولا ربما المتابعين شأن الدكتور ياسر والدكتور بهي يعرفوا إنه إلى وقت قريب كان قياس الميول الدينية في بعض المجتمعات ممنوع بالقانون كان امر بيعتبر فيه خروج عن الدوله التعدديه. والسؤال عن الديانه اه منذ ربما عقد من الزمان هذا الامر اصبح زي الطوفان بايو بتطلع احصاءات صحيح تم احصاءات بالتليفون مسوحات مم. دينيه في العالم كله المتقدم والمتخلف. احد اكثر الدول اكتراثا لفكره اداء الطقوس الدينيه في العالم الولايات المتحده الامريكيه مم. وربما بنسب تتجاوز نسب ما يحدث في بعض الدول المسلمه. المجتمع الامريكي يشهد ما يمكن ان تلخصه بعيدا عن الارقام المربكه حاله انقسام توسع شديد جدا في الاجيال الاصغر سنا باتجاه نمط الحياه الحداثي الاقرب الى العلمانيه والى ترك الاديان والنسبه لم تزل تحت العشرين في الميه وانا رجعت بعض الارقام بعد الحلقه الاخيره يعني ونسبه من سجلوا انفسهم في بعض الاحصاءات في بايو ومؤسسات اخرى اقتربت من خمسه وستين الى سبعين في الميه سجلوا انفسهم كمعترقي ديانه او متدينين وبالتالي النسبه ما تزال بالقياس الى ما يحدث في دول اوروبيه كبيره جدا يعني إحدى الاحصاءات ربما من سنوات قالت انه تشيكيا مثلا لما اجري فيها احصاء تجاوز عدد من سجلوا انفسهم ملحدين 70% او 75% هي بتعتبر الان سقف الدول اللي فيها اعلان عن الالحاد كهويه اجتماعيه لكن احنا لدينا كمان مشكله اخرى ينبغي الوقوف عندها في هذا الشان انه التدين كعقيده والتدين كفعل اجتماعي نحن بازاء مجتمعات لديها احساس بانه المكون الديني جزء من الهويه الوطنيه وهذا ما كنت اشير اليه في الكاميرا عن الدوله الوطنيه. <applause> لما تتكلم حضرتك عن الدوله الفرنسيه فيما بعد 1789 من الثوره الفرنسيه هناك مشكله يعترف بها حتى المعتدلون من الفرنسيين انه اللائكيه الفرنسيه عندها عقده من الدين ليس لديها موقف متناقشه لديها عقده وتحولت الى سياسات في عهد ماكرون تسببت في ازمات دوليه. انا موافق معك ربنا يكرمك وبالتالي هذه المساحه <applause> ممكن نستخدم فيها قانون <applause> <ملوط تصفيق> <applause> نعم، ممكن ان نستخدم فيها فكره الدوله الوطنيه كجسر مش كنقطه فصال، بالعكس انا مع ان تكون هناك دوله وطنيه تلبي متطلبات الحداثه وما ادعي انه حدود ينبغي الوقوف عندها ليست شروط لاني انا لا املك الاشتراط، انا املك فقط ان اقول قناعاتي انه العقائد المقطوع بانها يقينيه وانها جزء من مكون المعتقد الديني لاهل هذا البلد يحترم الاحكام الشرعيه قطعت الثبوت والدلاله وما بعد ذلك يا عم روح عيش فيه زي ما انت عايز ده رب العزه سبحانه وتعالى عندما اودع ادم وحواء الجنه قال كلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجره حرم شجره فتقديس محرمات الاديان امر تقبله الدوله الوطنيه صحيح. ويمكن ان نجد وسيله لتقنينه على فكره مع كامل الاحترام للديمقراطيه والليبراليه المعتدله وبالتالي نحن لسنا في حاجه لان نختار بين الدوله الدينيه والدوله العلمانيه مش كده لا 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 العلمانيه لا 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 انا انا بترجم بس انا فاهم لا في اعتراض هو بص في لو إيه لا تقيموا عليها الحد يعني لا لا, لا, لا قدر الله لو لا لا سمحت لا, لا. لا على الدكتور <applause> بهيد لا لا دكتور لا الحدود معطره لحد نهايه الحلقه بص لا لقد قيل الكثير من الكلام الخطير على هذه المائده تمام فعايزين بس ايه نفصل نعين طب يلا يلا عشان الوقت نعين الخطوره اول شيء اول شيء الكلام عن انه العلمانيه احيانا تتصادم مع حق الناس في التدين والضمير الإجابة نعم مش العلمانية صورة أو نسخة العلمانية المطبقة بشكل مشوه في وقت محدد يمكن أن تمارس خشونة ضد الدين والتدين مم. وبعض المتدينين يعني المشكلة مش في النظرية في التطبيق لا المشكلة ليست في النظرية دليل إيه؟ أنه لا يصح أبدا أن ننسب مم. لكل من يدعي آه، لكل من يدعي أنه يطبق الإسلام مثلا لا يصح أن نسحب كل أخطاءه على الإسلام ممتاز تمام طيب. وبالتالي فانا كنت اعرف دوله عربيه وكنت بزورها بانتظام وكان اللي بيصلي في, في وضع سيء قبل عقد من الزمان او قبل 11 آه. آه 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 سنه اللي بيصلي في القوات المسلحه ممكن يتعلم عليه ويبقى عنده مشكله ده خطر والدوله دي كانت تدعي لنفسها العلمانيه وهي ليست علمانيه لان العلمانيه هي ان تحمي حق المتدين في ان يمارس شعائره لكن لا ان تمنحه ميزه أيوة. لانه يمارس هذه الشعائر طب سؤال <applause> <استضحي>. أو <applause> وهو والله أو تمنع عنه حق لأني... بدعم انه يمارس هذه الشعائر وبالتالي دي نمره واحد نمره اثنين طب سؤال استضاحي هو فعلا استضاحي في شكل من الضمان في النظريه نفسها <applause> إيه نعم ده اتفضل نعم. طب... آه. ليه بقى في شكل من الضمان ما انا عايز أعرف لانه هناك زي. بعض النسخ التي اخلصت في هذا التطبيق <applause> <حلو>. ويمكن <applause> دي الاستدلال بها آه. انا ممكن اقول لك السويد م. ممكن اقول لك فنلندا ممكن اقول لك الدنمارك ممكن اقول لك يعني معظم الدول الاسكندنافيه لم يظهر فيها اشكال من جماعه تتبنى ناصقا عقيديا معينا لانها منعت من ممارسه شعائرها او انها اضطهدت بسبب هذه الممارسه حتى في موضوع الزي هم كانوا على مثلا على يسار تونس ابو رقيبة طب و و على و على و شخص و الرسول في الرسول من علي م. وكانوا على يسار تركيا اتاتورك دي تمام حرفات لا لا عايز وبالتالي, وبالتالي 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 التعامل مم. مع العقيده الاسلاميه في الرسوم انا جاي لك انا نموذج انا هقول لك حاجه وحرق, القران ده مثال متعين ماشي آه. بص هي المشكله يا عمرو بيه هي ايه؟ ان هذا الذي يثأر ويستنفر ويثور لحرق قرانه مم. تمام هو نفسه الذي زي ما قلت لك يتهم أتباع دين آخر بأنهم يتبعون الطاغوت أو بأنهم يعبدون إلها زائفا أو بأن كتابهم المقدس أو هو الذي يستخدم لفظ الأديان السماوية لاحظ أن احنا قيلت على هذه المائدة إيه لفظ الأديان السماوية ولفظ الأديان السماوية هو, هو بمجرد, أخرى. بمجرد ما يستخدم لفظ الأديان السماوية هو عمل إيه؟ تعرف عمل إيه؟ هو أقصى تقريبا أربع تلاف دين صحيح, صحيح. واتهم أتباعهم بانهم يتبعون مزاعم بشريه. تمام؟ انا انا شخصيا لا اقوى على ذلك. لاني اقرا القران واقرا فيه و... ويخلق ما لا تعلمون، فلا اقوى إيه على إيه ذلك. يبقى الحل يا دكتور ياسر يبقى انا لا استطيع ابدا ان انا اقول لك ان انت تتبع الخلاص والملكوت وانت تتبع الضلال، وده سماوي وده غير سماوي، انا ما اقدرش اقول كده، لكن انا اقدر اقول ايه؟ ان حسابه ان حسابه عند ربه، وربنا سبحانه وتعالى أقول. لكن انا كدوله انا هقف على الخط. انت هتذهب الى المعبد وانت ستذهب الى الكنيسه وانت ستذهب الى الجامع وستجد الفرص المتاحه لكي تمارس عقائدك وشعائرك لكن انا مش عينك انت ادخلك الشرطه علشان انت متدين بكذا والاخ ده ممنوع يدخل الشرطه او انا مش هديلك الحق في الزواج من اربعه وانت لا لان انت متدين بكذا <applause> الدوله هتقول ان او انت هتورث هتورث ضعف اختك لانك على هذا المذهب لكن لو انت على هذا المذهب هتورث زيها لا لا يجوز ان تحصل على مكتسب سياسي او اجتماعي او ثقافي او معنوي او تتحدد مكانتك في المجتمع بسبب ما تقول انك تتبعه من دين الدوله هتعمل كده دي نمره واحد نمره اتنين انه العلمانيه حلوه حينما تطبق بشكل جيد 100% هي هو هي هو نظريه او ايديولوجيه طبقت بشكل جيد لا انا قلت لك بص خلي بالك خلي بالك خلي بالك, خلي بالك, بالك بص بص القيم القيم لا ترسى لكي تقترح باليد ولكنها ترسى للنزوع نحوها والايدولوجيات كذلك حينما ارسي قيمه او ايديولوجيه انت لما بتقول لابنك كن امينا بتقول له خليك زي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الامين يعني هيقدر مش هيقدر بس هل ده يعني انك تسحب الامانه من 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 الواقع وتقول انه ده لا يجوز الوصول اليه وبالتالي نحن لن نطرحه العلمانيه هي كما عرفها دكتور مرسي وكما عرفتها انا وكما نعرفها جميعا هي كذلك لكن هل يمكن تطبق بنسبه 100% ده مش ضروري يحصل في كل يوم لكن عدم وصولها للتمام والكمال يعني انها غير موجوده لا طبعا بل بالعكس ده يعني انها تستحق ان نسعى من اجلها دي مساله مهمه ف... مش... دا... لا في ملاحظتين على كلام الدكتور ياسر في ملاحظتين على كلام الدكتور يعني زي. آه يعني آه كل اللي انا فهمته يعني ويجب اطلاق سراح الوطنيه من عبئه الدين ليه بقى؟ الدين واضح إن في اختلافات واضحه انا ديانتي كذا حضرتك في ديانه اخرى اذا احنا مختلفين لو ارتبطت بالوطنيه هتختلف وطنيتنا يبقى معناها ايه؟ لابد من تحرير التبعيه بين الوطنيه والمعتقد الديني عشان ننعم بوطن سليم وطن سليم يعني أفراد كلهم توجههم واحد الهدف واحد الأمان واحد لكن لو حنبنيها على التبعية الدينية احنا مختلفين دينيا اه مفهوم قطعية ثبوت والدلاله برضه دي مساله متحفظ على المصطلح يعني الدين الدين حتى يعني حقا استاذ ممدوح في في ثوابت في تعقيد قصير آه. آه. الو... و... ما اتعامل بيها في شق ويوضح لنا اخر حته بس معلوم من الدين بالضروره ده. لو انت هتمشي بيها في السياق الوطني هتبوظ الدين صحيح طيب اتفضل يا استاذ ممدوح أنا بس عندي ملاحظتين أساسيتين من بين كثير من التفاصيل التي لن يتسع المقام للتعقيب عليها. على الوقت أه على الوقت أه. مم. يعني دكتور ياسر قال كلاما وافقه عليه في المجمل في صدر الكلام، ثم بعد ذلك فوجئت بأنه عند إنزال هذا الأمر على تطبيقات واقعية سيكون هناك خلاف كبير جدا في معايير التصنيف. بمعنى منطق الفصل والوصل بين القضايا، أن هذه القضية وهذه القضية وهذه القضية توضع في سلة واحدة وتحصل على حكم واحد. ولكأن أحدا ليس من حقي أن يخالف ذلك بمعنى لما تحدث حتى عن أنه الشخص بسبب تدينه أو بسبب عدم تدينه بسبب اعتناقه دين معين أو عدم اعتناقه دينا على الإطلاق لا يجوز أن يحصل على منفعة في كذا وكذا وكذا فجأة وضع أشياء مشمولة بأحكام شرعية في الأديان السماوية أو على الأقل في الإسلام صحيح وكأن التفاوت فيها سيكون مشكلة أمام النظام القانوني هنا صحيح. السؤال من قال إن هذا النظام القانوني بهذا التعريف بهذه الحدود هو أمر مقطوع بصحته وعلي أن أقبله صحيح وعلى كل أتباع الأديان أن يقبلوه وبالتالي الدولة أن تدخل في حركة الأموال والدماء والأعراض أو لا أمر مختلف فيه حتى في التجارب العلمانية على فكرة وبالتالي عندما أقول سلطة المحاكم الفدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية م. قياسا بسلطة محاكم الولايات صيغة أمريكية خاصة جدا فيها تباينات تعطي بعض الولايات الحق في ان تشرع الاجهاض جريمه واخرى تسمح به ما حدش قال دي على فكره في الولايات المتحده الامريكيه وبالتالي علينا ان نتزرع بقدر من التسامح والتساهل في امر انه ما فيه حكم شرعي بقناعه اتباع دين سماوي لا يجوز للدوله ان تمد ولايتها عليه باعتباره قضيه من قضايا النظام وفي جمله خاتمه لا لا معلش عد دي هقول لحضرتك هو ده قطع الثبوت آه والدلاله نفس آه الفكره اه معنى ايه يعني انا عندي اجتهاد صغير كده نشر جزء منه في كتاب في وزاره الاوقاف الكويتيه اذا امتد العمر ان شاء الله هو ده مشروع الفكري اذا كتبته يعني الانسان في كل فعل واعي مقصود يوازن بين ثلاثه اشياء الحق والحريه والنظام الحق والحريه والنظام, والنظام. اذا مالت منظومه ما الى تغليب قيمه الحق بشكل مبالغ فيه على الحريه والنظام ينشا نظام سيقراطي اذا غلبت قيمه الحريه على القيمتين الاخرين ينشا حالا مما يمكن ان نسميه الفوضى او اللانظام إذا غلبت قيمه النظام تنشا النظم الشموليه والديكتاتوريه هكذا التاريخ يتحرك في الفعل الواعي والمقصود احيانا حتى فعل الانسان الفردي الدنيا تحديد قيمه الحق هو الذي يحدد معنى قيمتي الحريه والنظام المسلم المعتنق لديانه الاسلام لديه درس كبير جدا في قصه خلق ادم لان ادم عندما خلقه رب العزه وكان ابليس سابقا عليه رفضه وهي اول حاله رفض لاخر في التاريخ الكوني يتفق مع هذا من يشاء ويختلف أول موقف في تاريخ الكون الذي نعرفه حدث رفض الآخر حدث على يد إبليس عندما طرأ آدم وحصل على التكريم. موقف إبليس نفسه انطوى على عدد من العمليات العقلية والمعرفية ما زلنا نمارسه حتى اليوم. ادعاؤه أن الأفضلية مرتبطة بما لا يمكن كمل كم مليار واحد في العالم هيمشوا مع حضرتك في المقدمة دي أنها ستؤدي إلى نتائج؟ كم مليار واحد؟ يعني لأن مرجعيته إسلامية. ما لا مش بس كده. أحيانا في نقاش. إحنا نطلعش. بس إح أنا إحنا بس اللي هنمشي يا دكتور. واحد وسبعة من عشرة مليار اكمل العبارة بس الباقي احيانا يا مش دكتور هو بيتكلم بمنتهى القطع يا دكتور وطريقة الحق اللي قلت احيانا مش بس كده احيانا يستدعى المثل من خارج التكوين يعني سبعة من عشرة مليار طب ما هو ممكن اكتر من شو من الولايات المتحده الامريكيه غير كده احيانا استدعي المثال من خارج السياق اللي بيمثل الاطار القانوني اللي انا عايش فيه كمواطن مصري للتوضيح او لوضع طب ما تيجي نقول مثال طب في مقدمات ونتائج كل البشريه تقدر تسمع ما مفيش مقدمات ونتائج كل بشيء يمكن تقبلها بالشكل لا لا اقصد طريقه العرض اللي هو الطريقه اللي كان بيتكلم عنها حط لي ما هي معايير هم. التصنيف يا دكتور دلوقتي رب العزه سبحانه وتعالى, وتعالى على مبدا يا ايمان مبدا يا يا دكتور ما احنا في محدش يقدر يرفضه محدش يقدر يرفضه دكتور ياسر انت لم تسمح حتى باكمال الفكره اتفضل بالاساس كل ثقافه عندما تقيم افعال البشر كلهم لديها قوائم تكريم وتجريم هذه القوائم تطول تتسع تقصر نختلف في تفاصيلها الحياه هكذا الفعل البيولوجي الغريزي اللي بلبي بيه الاحتياجات الاساسيه لا نختلف فيه حتى عن الكائنات الادنى بتاكل وبتشرب وبتتناسل في الفعل الذي يمكن تقييمه اخلاقيا في قوائم التكريم والتجريم لا لدي مصدر ديني ولا دي مصدر دنيوي ولا دي مصدر ايديولوجي نظري يمكن ان اضع قوائم تكريم وتجريم وفي هذا السياق الماركسية حولت نفسها لدين كل دي مرجعيات بشرية إلا العلم يعني, لما كانت مرجعيات بنقول إنها نتكلم وردت في, في نص في نص نتكلم س... بعد الفصل عن العلاقة بين العلم والدين آه, <applause> آه، طبعا آه طبعا خلينا خلينا ناخد فاصل أوكي. ونرجع نكمل مع ضيوفنا الكرام في أوكي. هذه النقاش ال... في هذا النقاش الثري سنتحول أه نتحول الى محور مهم جدا ويمكن احنا تناولنا هذا المحور في حلقات سريع. سابقه بشكل سريع يمكن تتاح الفرصه الان لنعرف ماهيه العلاقه او البعض يسميها الصراع بين العلم والدين بعد قليل مرحبا بحضراتكم من جديد في راي عام نستكمل نقاشنا مع ضيوفي المحترمين الاستاذ ممدوح الشيخ والدكتور بهي الدين مرسي والدكتور ياسر عبد العزيز وقبل ما آه يعني نطلع فاصل آه وصلنا بدفه الحديث والنقاش الى آه شاطئ آه الدين والعلم آه يمكن الاشكاليه او السؤال اللي بيطرح دائما آه في هذه النقطه سؤال يبدو شائك ويبدو انه حتى يعني البعض بيخاف انه يطرحه يعني هل الدين علم ويعني مش عارف عملنا حلقه طويلة, طويله صحيح صحيح دكتور بهي تفضل أه الحقيقه برضو الدين علم دي عملت معضله كبيره تعالوا نعرف يعني ايه كلمه علم علم معناها رصد لبعض الظواهر واخضاعها للتجريب وانتظار النتائج سواء بالنفي او القبول الى ان تقول الى حاجه اسمها النظريه يبقى انا ببدا بالظواهر او الظنون او الفروض واشغلها عقلا ومختبريا و بالاثبات او النفي والاستدلال الى ان اخرج بنتيجه الثوابت هذا هو العلم طب لما هتيجي بقى للمعتقد الديني وتخضعه للمعادله دي وانه يقبل الاثبات ويقبل النفي، أنت بوصل العقيدة خالص. يبقى معناها نعمل إيه؟ ناخد المعتقد الديني على إنه تسليم تسليم بقناعة مطلقة لا دخل لك أيها البشري في إثباته أو نفيه، أنت مش مطلوب إنك تثبت عذاب القبر من عدمه. إذا كنت أنت آمنت فعليك أن تقبل فكرة إن الزكاة تربي المال. تقول لي إزاي أطلع 2.5 من 100 تبقى 97.5؟ لا دي تطلع أكتر ماليش دعوة. أنت آمنت فعليك أن تسلم. أنت آمنت فعليك أن تقبل بعدم أكل لحم الخنزير. لكن في المنهج العلمي أو المنطق العلمي لسه هيفضل ناقص لي حتة. اثبت لي وريني بالدليل عليك أن تبرهن على النتيجة اللي أنت بتعرضها قدامي فأنا هاخد المدخلات أشغلها وفق العقل والمنطق والتجريب وأطلع بنتائج. وتظل هذه النتائج غير محسومه وغير نهائيه الى ان ياتي تغيير في احد المدخلات ويغير لي النتائج بره اخرى لو حطيت الدين في المعادله دي انت اصبحت امام كارثه يترتب عليها تحطيم كل الثوابت اللي في الدين تحطيم المبدا الايماني المطلق المبني على الغيب انا مش كل اللي في الدين وصلني بالبرهان انا في حاجات وصلتلي على شكل المعجزات معجزه ان ان يقدم نبي على ذبح ابني فيفدى انا ما اقدرش افترضها تجربه قابله للتطبيق من قبل بقيه البشر ده كان مثال لعظمه ربنا مع طاعه احد الانبياء المطلقه حتى لو على حساب ابنه انا ما ينفعش اخضع نفسي لنظريه اهل الكهف 309 سنه ناموا طب وفي الطب اللي بيكلمني عن الجفاف والموت ما ينفعش المضاهاه هنا خالص فالتسليم بالغيبيات داخل دائرة الإيمان لا يجب أن يشتبك مع التسليم بنتائج العلمية والبحث بس في فترة من الفترات يعني من, من خمسين سنة لو كنت تقول للناس إنه هنطلع القمر ده كان في 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 نطاق الغيبيات دي كانت فرضية اجتهدت حضرتك وعملت سفن الفضاء وطلعت وأثبتت لي إنك رحت ووريتني كل حاجة وجبت سامبلز من أو عينات منك وخلاص لكن لو لو هي كانت ضمن السياق الديني م. وما عرفتش تثبته لازم أنا مسار احترمه حتى وان لم يثبت لكن مع العلم لما ثبت الي ان تربط او ان سطح القمر لا يحتوي على اكسجين ولا هواء حتى عشان كده الصوت كان بيتنقل باللاسلكي يبقى انا شفت بعيني وجربت بايدي وجبت لك النتيجه هتؤمن بيها طيب حديث القران كله ما جابش سيره ان القمر ما فيهوش هواء ولا ولا كلمنا عن الكتلة النسبية بين الأرض وكتلة القمر اللي هي 1 إلى 6. العلم أثبتها وبالتالي مه. كل ما يترتب على هذا مه. الإثبات أنت ملزم به، لكن ضمن العقيدة مه. ما ينفعش يعني ولا حتى التحول من فكرة إلى أخرى. يعني حضرتك وكأنك بتعارض ما تفضل به بعض الباحثين والأسماء الكبيرة زي الدكتور زغلول النجار فيما يتعلق بالاعجاز العلمي في القران اطلاقا انا 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 لا اؤيد هذا اللفظ حتى لفظ الاعجاز العلمي او الاعجاز الرباني للكتاب والسنه ده لفظ مسبه ليه بقى أنا؟ هو مش كتاب علم كلمه كلمه اعجاز معناها ان الفعل ابعد من قدرات الفاعل يعني ما تجيب لي ولد في سنه سته ابتدائي وشرح نظريه النسبيه ساعتها اه واو وبتاع ليه لا ينتظر من هذا الطفل انه يتفوق بالطرح بتاعه ويعني كده، فلما تيجي لقدام منشأ رباني وتقول لي اعجاز انت كده بتتطاول على قدره ربنا وبتفترض انه لم يكن لم يكن ممكنا اتيانها وبالتالي لما حصلت فانت تصفق للخالق اسف. حرام وغلط وعيب. لفظ الاعجاز الرباني في معظم مشاهد الحياه لفظ مسبة. لا يليق ولا يصح بجلال رب العزه ان احنا ننسب اليه تفوقه في قضايا ده هو صاحب كن فيكون انت باي منطق ايها البشري جاي تقول لي انا اللي بقيم لا ده كده حته عالي قوي لا يليق ولذلك كان بشوف المدرسه الزغلوليه او النجاريه اللي هي مدرسه الاعجاز العلمي ومات لها من مدارس أه الحقيقه أه 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 خدت من العلم المنطق العلمي وحاولت تطبقه على المنهج الرباني المنهج الرباني يا سيدي لا يحتاج اثبات لان قدراته بيطلع خد مثال الـ الـ الإسراء، الإسراء عارف فيزيائيا يعني إيه؟ لغينا الجاذبية لغينا عنصر الزمن دمجنا الجغرافيا علميا لا يمكن اتيان هذه الأفهام لكن بالفهم الإيماني والتسليم الرباني الغيبي العقائدي مضطر أقبلها أو هقبلها وأبقى سعيد بيها لما أجي للتطبيق ما عندكش ولا عنصر من العناصر دي اللي هي الزمان والمكان والكتلة والجاذبية يمكن إثباتها مم. مش هتقدر مم. يبقى كده هتقع في دائرة الخطر. طيب أستاذ ممدوح في أي تعليق على ما تفضل به الدكتور نعم. نهي؟ نعم طبعا في تعليق مم. إيه ابتداء في مشكل في حاجتين اثنين أساسيين في النزاع حول كيفية إدارة شؤون الحياة الإنسانية اليومية بشأن التصنيفات معايير تصنيف الأشياء وبشأن حدود الظواهر. وبالتالي الحكم على شيء عن تصور. فرع عن تصوره. اذا بدا شيء فرع عن تصوره. حضرتك انا اعرف لحضرتك هذا الموجود بتعريف معين كل ما اطلقه من احكام عليه لاحقا يتوقف على تعريفي لهذا الشيء. وبالتالي اشكاليه التعريفات وحدود الظواهر هي موضوع النزاع في العالم كله على مدى القرون الثلاثه او الاربعه الماضيه بدات في الغرب ثم انتقلت الينا بالتبعه مع وجود مرجعيتين لرؤيه الانسان ولرؤيه الكون. أحد المشكلات الكبيرة هي احتكار معنى العلم أن عليك أن تبدأ النقاش معي ومعنى العلم هو ما أقوله أنا رغم أنه كما أشرت في الحلقة الماضية المفهوم الذي يتبناه أستاذنا الدكتور لمقولة العلم هو أمر تجاوزه الزمن في قلب العلم نفسه بعيدا عن أي أديان على فكرة إزاي؟ هقول إزاي أنا فضلت المرة دي أنه يكون معنا بعض النماذج في حدود الوقت الذي يتسع له نقاشنا في هذا البرنامج دي دراسة مثلا مترجمة فلسفة العلم عن الصلة بين الفلسفة والعلم الكاتب فيليب فرانك أجرى دراسة بذل فيها من الوقت خمسة أعوام واستعان بأعضاء التدريس في هارفارد ومعهد ماسا سوشيال للتكنولوجيا وقسم الفيزياء بهارفارد وفي تصدير في الكتاب لأحد كبار العلماء البريطانيين حاصل على لقب سير بيتكلموا عن طبيعه العلم، وحتى لا نأخذ وقتا طويلا من المشاهدين، انا هتوقف قدام مجموعه ملاحظات في صميم ما يتحدث عنه استاذنا الدكتور. هناك حديث عن انه العلم هو التجريبيه والحسيه ببساطه، ويجب ان تكون لدينا مدخلات تمر بعمل تجريبي له مواصفات محدده فيؤدي الى نتائج قطعيه، وهذا الكلام لا يقبل النقاش. هذه علمويه وليست علميه، اي انها تحويل للدين الى ايقونه مقدسه لا تقبل النقاش، لا من داخلها ولا من خارجه فما الذي حدث في العلم ننقل عن هذا الرجل بعض الفقرات البسيطه جدا هو بيتكلم عن ما حدث في القرن العشرين بدءا من العام 1930 مع ظهور هايزنبرغ بيقول انه كثير من النابهين من المؤلفين والفلاسفه والقاده الدينيين والمربين بل العلماء يدعون ان نظريه النسبيه غيرت النظر العام بشان موضع الانسان في الكون تغييرا جذريا نظريه في الفيزياء غيرت نظره العالم لموضع الانسان كجنس بشري في الكون هذه ايديولوجيا نحن لا نتحدث هنا لا عن معطيات فيزيائيه ولا عن نتائج فيزيائيه وهذا التعميم الرجل ينقله بناء على النقاشات التي نتجت عن ظهور النسبيه وعن انتصارها في العلم طبعا في كلام طويل عن نهايه وبناء فيزياء نيوتن بس كده مش فاهم مش تعريف للعلم آه. يعني ده للعلم آه, آه. يعني يا دكتور خلينا نكمل آه حضرتك اخذت بناء على آه. ذلك في ان تعرض آه. حاضر يا دكتور بيقول مثلا الصورة الميكانيكية للكون التي سادت منذ القرنين السابع عشر والثامن عشر كانت دعما ضخما ساعد على المسيرة نحو فلسفة مادية الفلسفة المادية نظرة للكون فيها غيبيات شأنها شأن الأديان هي غيبيات في حتة والأديان غيبيات في حتة وبالتالي نحن نتحدث عن فيزياء نتج عنها تصور ميتافيزيقي للكون بيقول أنه حدث تحول حد نحو المثالية عكس تصور المادي السابق وقد نشر, وقد نشر حديثا كتاب لعالم البيولوجيا الشهير بجامعة ييل ادموند وير سينوت The two roads to truth طريقان إلى الحقيقة. الحقيقة حاول المؤلف أن يصالح بين العلم والدين معتمدا على نتائج العلم المعاصر وكتب يقول بعد الثورة التي أحدثتها النسبية وميكانيكا الكم والفيزياء النووية اضطر العلم إلى تعديل بعض نتائجه السابقة فكرة إن العلم يعد نتائجه السابقة يتصادم تماما مع ما يقولون ده بالعكس العلم لا يعد <applause> طب خلينا <applause> يعني أنا يعني أنا بس كنت خليني أفهم من حضرتك بس وضحها لي إذا لا هلتزم هلتزم مع حضرتك بالنص وبعدين نتكلم على النص طيب. بيقول إنه الكون نظام أكثر تعقيدا مما كان يبدو عليه منذ زمن نيوتن العلم يقبل الآن دون دهشة أفكارا كانت تبدو منذ زمن غير طويل أفكارا مستحيلة وقد انعكس هذا التغيير على وضع منفتح للذهن تجاه الفلسفات المثاليه هو بيضع الاديان ضمن الفلسفات المثاليه في في جزء سابق من الكتاب واضطر الدين الى تعديل موضعه بطرق شتى حتى لا يفقد انصاره من المفكرين وعلى اي حال حركه المادة بدات تنعكس لدينا حديث عن تجريبيه وحسيه تصلح لانواع معينه من المدخلات ومجالات معينه من فحص الموجودات في الكون تشمل ما هو مادي ولا تشمل ما ليس ماديا وبالتالي حتى الكيان الانساني نفسه وفي سياقات اخرى من الكتاب لو الوقت اتسع ممكن نتكلم فيها كما تكلموا فيها حضرتك اسردت ضمن هذه القراءه انه آه بعد اذن دكتور عمرو اسردت ضمن القراءه دي ان هذا الراي ان الموجودات الفيزيائيه تسببت في ظهور الميتافيزيقا لا يعني ما, ميتافي... ألم كده لا لا حضرتك انت قلت م... انها انتجت ماديه فلسفيه آه وان الماديه النظريات الثلاث المذكوره تحدث عن انها ادت الى ميتافيزيقا ماديه يا استاذ الميتافيزيقا وليده اللاوجود. وجود يعني هي ويز. اصل الميتافيزيقا معناها هو هي. بيدعي ان الفلسفه الماديه أيوة. فيها بعد غيبي شانها شان الاديان يدعي وفيها مسبقة ما يدعي ما واللي بيدعي كمان مش بياع فلفل اللي, اللي بيدعي يا دكتور اللي بيدعي واللي ترجم واللي قدم ثلاثة من أساطين العلماء في الغرب حلو ده كلام طيب تحب ناخد من ده ده من إصدارات عالم المعرفة ده كلام كويس اثنين من الأساتذة الكبار في الولايات المتحدة الأمريكية جميل. احدهما اقرا فقره واحده بس في دقيقه حضرتك بتسترشد بقى بعد عايز اقول لك حاجه مهمه اما ان نتفق اما ان نتفق على ان الامر ماليش. لا على فكره اخذت وقتك كفايه يا دكتور واذا قسنا بميزان, آه. آه. بميزان وجهتي النظر اذا قسنا بميزان وجهتي النظر حضرتك والدكتور بتمثلوا وجهه نظر واحده وانا بمثل وجهه النظر الاخرى ما اتكلمتش عشان كده الاستاذ ممدوح لازم ياخد اكتر من حضراتكم يعني يعني اذا اذنتوا لي بس انا انا الطريق السلس لا انت في الوسط انا في الوسط, في الوسط. انا, طيب. أنا عموما سعيد في كل الاحوال ومتشرف بوجودي معانا يعني تعليق حضرتك دكتور ياسر تعليق آه مهم تعليق مهم على الكلام مهم جدا اللي اتقال سواء من الدكتور او من الاستاذ المشكله الكبيره هي ايه؟ انه الذين يتوسلون بالعلم لاثبات حقائق او اصول او مفاهيم دينيه معينه مهم. تمام بتاع الخطور. يقعون في تضارب ازدواجيه وازدواجيه مم. شديده تمام عايز تقول كده اه ليس ذلك فقط لكن المشكلة الأكبر المشكلة الأكبر أنك تخلط مجالين لا يجب أن تخلطهما لأن هذا خطر على المؤمنين يعني. وليس أماني. على العلماء والمتعلمين والذين يتوسلون بالعلم فانا نصيحتي لكل من يريد ان يعزز عقيده او ايمانا مم. ان ينأى بنفسه عن الولوج في هذا المنحدر الصعب مم. لانه بنفس الـ 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 الادوات اللي هو هيستخدمها هيصل الى مم. اشياء مم. اخرى خطيره أوه. جدا نمره واحد، نمره اثنين انه العقائد لا تستاهل ولا تستلزم بذل جهود لاثباتها ببراهين عقليه لانها يتموشي. في نفوس المؤمنين بها تمام متوهجه بما يكفي وساطعه بما يكفي وقامت عليها دول وحضارات حضرتك و... سبت اللي انا قلته بترد على حاجه ثانيه يا دكتور فكره الله يقين في العلم دي, دي. يا دكتور فكره في العلم انا انا جاي لك اهو نمره ثلاثه واخيرا صح الاخيره لا أربعة الأخيرة طيب يلا بسرعة طيب أنت على فكرة ظلمتني النهاردة معلش طيب نمرة نمرة نمر نمر ثلاثة أنه أفضل شيء أن احنا نبقي هذا المسار بعيدا عن هذا المسار مع العلم بشيء أنك فيما أنت تثبت ذلك هناك آخرون يتبعون عقائد أخرى ربما تتناقض أو لا تتماثل مع عقيدتك فماذا ستفعل معهم؟ ده انت هت... هتقعد تثبت لهم مساله هم عندهم اثباتات زيها مئة ألف مره في القصة فيها طبعا انما العوده الاساسيه للفكره الاساسيه بتاعتنا هي ان نبقي للدين هذه القداسه وهذا الجلال وهذا الفضاء الذي لا يمس ولا يرحم فيه ولا يغرى فيه بالطعن يعني لا تغري بالطعن في الاديان لان هذا باب خطير بالعكس اترك الدين في قداسته تمام وخلي العلم للذين يبحثون في العلم هذه النقطه النقطه الرابعه ال 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 انت بتسالني هل في مصر ينفع ان احنا ندوس على زرار كده نحقق ما في ذهن الدكتور بهي والمجتمع ينعم ويرفل في مباهج العلمانيه والتفكير العلمي والحداثه ونفصل ما هو ديني نجعله في في حيزه الديني وما هو علمي لا طبعا لانه خلي بالك كل مجتمع له خصوصية وله طريقة لما جه الإسكندر الأكبر إلى مصر لما جه الإسكندر الأكبر إلى مصر قال لهم أنا عايز أطلع للشرق أكمل أعمل إيه ها ها مش عايز أسيب حمية هنا قالوا له هم المصريين مشكلتهم العقيدة قال لهم خلاص هم بيعبدوا إيه قالوا له الإله أمون قال لهم أنا ابن أمون وراح بنى معبد في سيوة للإله أمون ولما جه نابليون بونابرت لمصر أشاع جنوده أنه هو اسمه الحاج محمد آه الحاج محمد نابليون وان هو اسلم وخاطب علماء الازهر بالاجلال والتقدير وقال لهم لا تحسبوا انني لست من المسلمين انا الفرنسوية الجنود الفرنسوية من المسلمين ونحن اتينا هنا لكي نعز الاسلام تمام وهو راح الدومه قبل كده وقف في الدومه في في, في, في في الجمعيه الوطنيه الفرنسيه وقال لهم قال لهم حينما ذهبت الى مصر ادعيت انني مسلم تمام وحينما ذهبت الى الفندي وحينما ذهبت الى الفندي قلت انني كاثوليكي مخلص تمام ولو حكمت شعبا من اليهود لا, لا أفهمتهم انني ساعيد بناء الهيكل مم. مم. نفس الشيء حصل مع هتلر في الحرب العالميه الثانيه قال لهم انا الحاج محمد هتلر وكانت الدعايه النازيه كده نفس الشيء حصل مع رئيس السادات حب الرئيس السادات حب ان هو يمدد فترات الولايه الرئاسيه فحط احكام الشريعه عشان يعدل الدستور راح ده المدخل اللي انت طيب هذا الامر هذا الامر حدث على مسار بمعنى انه ادوارد ويلسون وهذا رجل من العلماء ايضا يقول انه الممارسات الاجتماعيه يمكن ان تكون ممارسات جينيه الشعوب الشرقيه الشعوب الشرقيه شعوب لديها عاطفه دينيه هم عاطفيون في الاساس حتى الرئيس مبارك في مذكرات اوباما لما كلم الرئيس مبارك الرئيس مبارك قال له خلي بالك المصريين عاطفين جدا يعني الرئيس مبارك كان عارفها حتى يعني معنى ايه انه يا دكتور اي فصيل هيشن حرب على الدين او التدين او هيطعن في انماط التدين السائده او هيحط من شان المتدينين ورموزهم سيصاب بالخسران والحقيقي والصح والافضل ان نحترم عقائد الناس احترمهم بس نحترم الناس لكن, لكن بس لا يحكمون لو بتصوراتهم التي ليس عليها اثبات هو يحترم عقيدته ويمارسها يعني بس بعيد عنه لا لا دكتور دكتور معلش بس انا عندي يعني مثال وصدقا يعني ومش عايز اقسم انه ليس للاحراج انا عندي مثال جامعي بما يعني انه قيل داخل مؤسسه تمول من مال دفع الضرائب مصري ليس في اي افتراض عايز اذا اذنت واذا اذن لي الاستاذ عمرو فضل حضرتك وجهت لي سؤال وانا اجبت في حدود ما اسعفتني البديهه انه هنقرا النص وهو قصير جدا وهطلب راي دكتور ياسر بس فكره ان احنا نقرا نصوص لا خالص يعني انا مش عارف مدى آه لانه في بعض الاشياء قالوا المره اللي فاتت يا دكتور طيب. لان يعني المره مش عارف في التلفزيون لما ابديت رايي خلي بالك يا دكتور يا دكتور في التلفزيون قالوا لنا ما تقروش نصوص على بصراحه لما ابديت رايي اقول لك كده ولا لا يا دكتور لما ابديت رايي المره اللي فاتت حضرتك طعنت في صدقيته وطعنت في نيتي تجاهه بالعكس فجبت النصوص مش صحيح مش صحيح ده جزء من استجواب قدم في في مجلس النواب المصري سنه 31 ونشر في مجله جمعيه الشبان المسلمين ومقدمه عبد الحميد بك سعيد كان رئيس مجلس اداره جمعيه الشبان المسلمين. تمام. وصلنا في المحاضرة الماضية إلى موضوع اختلاف الأساليب في القرآن وقررنا أنه ليس على نسق واحد واليوم نوضح هذه الفكرة فنقول بعد كلام طويل القرآن المكي يمتاز بكل مميزات الأوساط المنحطة ده كلام طه حسين في محاضرات الشفوية وجمعت وقدمت لعبد الحميد سعيد وراحت مجلس النواب في حياة طه حسين ولم يكذبها واذا حبيت اني اسلم لحضرتك النص بعد الحلقه تحتفظ بيه واقول لك بعدا عن الهدف آه. اولا كيفيه التعامل مع النص المقدس في السياق الاكاديمي ما مدى حريه الاستاذ الجامعي في هذا الشان ثانيا بس, بس دي امثله ما. ممكن يكون متطرف يعني ده طه على فكره ماشي حتى لو اوكي ما احنا لدينا محكات في تاريخ الثقافه المصريه المعاصره قيل فيها انه قضيه حريه التعبير تعارضت مع حقوق المتدينين وانه المثقف والاكاديمي ظلم أوه. من يمكن ان يفصل في الامر المتصل بعقائد الناس والامور التي تمس مقدساتهم عندما ست. تكون ما انا اكمل الكلام طبعا عشان حضرتك تقول اللي تحب بس احنا حسبناها عندما يقول لا, لا, لأ احنا بنتكلم لا نحن احترام عقائد الناس ده ضرورة واجب على الدولة داخل عقائد الناس ولا تسمح بالطعن فيها كويس ده كلام أساسي عندما يتحدث أستاذ جامعي وهو يتعامل مع النص القرآني وأستاذ أستاذ زائع الصيت وكان وزيرا م. ويشار إليه كعلم على مدرسة فكرية أنه القرآن الكريم الحروف المقطعة فيه لم تكن من القرآن فصارت قرآنا وانه كانت رموز لمصاحف الصحافه يا ده لم ينتهي النزاع ده ممتد الى انه من قالت كذا عن التضحيه في عندك حق في... احنا قلنا ايه صحيح. الحلقه الماضيه كيف قلنا يمكن قلنا, قلنا, قلنا انه عدم فايز. إزاء مشاعر المؤمنين حتى لو أو كان أو المؤمنين لو كان أو دول يدينون بالبهائيه او يدينون بالمسيحيه الكاثوليكيه لا تطعن ناتي الى نقطه اخيره ولا رموزهم ولا تحط من شانهم عندما يكون لدى نص قطعي كمسلم يقطع بتحريف الكتاب المقدس آه. للمسيحية أو اليهودية مع كامل الاحترام للمسيحيين واليهود ومع الأخذ في الاعتبار أنه جعفر بن أبي طالب عليه السلام وهو صحابي جليل وابن عم الرسول عليه السلام لما ذهب إلى النجاشي وسأله عن عقيدة المسلمين في المسيح قال آيات فيها تقدير شديد جدا للمسيح عليه السلام وبالتالي ليست القضية النكاية لكن بحساب المقام والمقال أنا بعتبر أن ده خيار حضاري وثقافي اللي اختاروا جعفر بن ابي طالب انت تتحدث الى مم. مسيحي فتحدثه بافضل ما في القران احنا لا نلوم و... سيدنا جعفر احنا أنا لسه... نلوم الذي ي... ي... الذي يتغول على ايوه حفر ده, ده اللي عايز اتكلم عليه لكن سيدنا كيف جعفر يمكن... نحن نجل كيف يمكن كيف يمكن, يمكن لا ان نكون هناك معيار ملزم وجزء من نظام قانوني يتعامل مع هذه الايات التي تقطع بين هذه الكتب. الكتب يعني, الكتب يعني بقى احنا بقى احنا نصلح الخطا نعم ولا, ولا 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 اي خطا كانت معركه اي خطا, خطأ. يعني تاريخيه وقديمه أه و... امثله لاجل الحاضر حابب فقط تفضل يا دكتور بي. يعني انا الحقيقه يعني معترض بشده على فكره الاستدلال او الاسترشاد براي واحد او اثنين او ثلاثه حتى بعد تنصيمهم عظماء في ان ناخذ منهم قياس إيه. وأطلقوا وعمم الحقيقة دي يعني أن النظرية لا كويس. تليق أو لا تسري على كل المقامات إنما كويس. عايز أقول لك القضية سهلة جدا دعنا نفصل ما هو مبني على عاطفة إيمانية عن ما هو مثبت بالبرهان أو الاستدلال المنطقي خد مثال كده الفرق بين الطهارة والنجاسة في الشارع الإسلامي تعلمنا أن ربما لعقة الكلب على التوب الأبيض نعم اوجدت ضرر ازالته بايه يا عم هذه النجاسه؟ حط مزيد من التلوث اللي هو التراب والطين وسبع مرات عشان يبدو طاهرا فهو حول النجاسه الى طهاره باضافه طين بمفهوم العلم بيوسخ التوب فهنا لا يمكن مضاهاه الراي المبني على عاطفه ايمانيه مع السياق العلمي واثباته انت لو جبت ميكروسكوب هتلاقي ان الطين اللي دخل ده اذا كان الكلب لعقه فيه فيروس وما يعني. إيه طب ما انت حطيت ميكروب فهنا لا يمكن الاقتراب بهذا المفهوم الظني مع الاستدلال المرئي. خد بالك المنطقتين في منتهى الخطوره ولن يلتقيا. حضرتك امنت على العين والراس أمن سوف تتناول كل القضايا الإيمانية والأوامر الربانية والنهي الرباني بالتسليم بلا إثبات هنا نجاسة محدش فاهم النجاسة معنوياتها إيه مدياتها إيه لكن فاهمين معنوياتها إيه النجاسة شيء مكروه البعض لك دي هي الشرك بعض قالك هي التلوث الإيماني لكن أنا عايز لغة علمية الفرق بين النظافة ودرجات التلوث موجودات يمكن اثباتها ويمكن الاستدلال بها السطح ده خالي من الجراثيم ولا لا بسيط اثباته مجهر وعينه وافحص اما في القضايا الايمانيه ما عندكش هذه الاتاحه ازاي هتفرق بين الطاهر والنجس ما تقدرش يعني أقول لك تيمم بالماء طب ايه المستجد اللي حصل بعد ما مسحت على ايدي بال... دي قضيه ايمانيه لا يمكن الالتجاء الى البرهان فيها اما في العلم العلم مديك مساحه تتفاعل وتتعامل بيسر جدا مع المنطق وملموسات العقل حضرتك في حياتك في حياتك انا وكل الناس ومعاك انت مفيش مدخل معرفي عندنا الا ودخلنا عبر احدى الحواس الخمس ما عندناش حاسه ثابتة يبقى كل الحواس الخمس مشترك فيها مشترك فيها البشر ما ينفعش واحد يقول لي لا أصل أنا عندي حساسات لا يا حبيبي ما يمشيش معايا أنا ظن إنه حضرتك استرشدت ست بالناس ليهم آراء ما ينفعش آخد بأراء الآراء دي وليدة معتقد على رصيد معرفي يخصه أما أنا عندي رصيد معرفي زيه بالظبط بس ممكن أطلع بإستدلال آخر مختلف لأن دي قضايا فكرية أما القضايا العلمية فبرهانها واحد مدخلاتها واحدة نتيجتها واحدة <applause> طيب أه يعني يفترض ان الوقت بتاعي انتهى لكن يعني انا شايف انه النقاش يعني ممتد وشايف, <applause> وشايف انه يعني في بعض المحاور لسه ما, ما دخلناش يعني حتى هذا المحور محور الدين والعلم يعني لسه في بعض النقاط الاخرى التي يعني ربما يعني لم يسعفنا الوقت لتناولها يعني الدكتور ياسر الحلقه الماضيه كان بيتكلم عن الخطوط الحمراء كان بيتكلم عن يعني اعمال العقل ومساله هل اعمال العقل له حدود ولا لا في اشياء كثيره يعني تستحق ان احنا نفرد لها حلقه ثالثه واخيره فمش عارف اذا حضراتكم مستعدين لده ولا لا أنا شخصيا مرحب بها نعم. وأدعم بشدة فكرة إت... يعني استدعاء المنطق نعم. في العلاقات دي وتصنيفها وتحديدها دكتور ياسر رأي حضرتك لا بأس طيب نتفق على الموعد إن شاء الله آه أنا بشكركم شكرا جزيلا, جزيلاً سعيد شكراً. جدا بهذا النقاش دكتور ياسر عبد العزيز الكاتب الصحفي الدكتور الدين مرسي الكاتب والمفكر الأستاذ ممدوح الشيخ الكاتب والباحث اسعدتونا وعلى مدى حلقتين اعتقد انه يعني في استفاده أنا يعني بتكلم عن نفسي بشكل شخصي انا استفدت كثير من هذه النقاشات الثريه والممتعه والهادئه والتي بالفعل يمكن ان تكون لبنه وتكون قاعده ل يعني نشر مفهوم ثقافة الاختلاف المحور اللي انطلقنا منه في هذه الحلقة والحلقة السابقة شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام نراكم في حلقات مقبلة باذن الله